على قيس سعيد رئيس تونس لمدة 5 سنوات، عرف بحديثه يعني باللغة العربية الفصحى، يعني يحكي باللغة العربية القحة خلينا نقوله. حسب رأيك باش يفرض اللغة العربية في القنوات وفي الإذاعات وفي جل المؤسسات، وهل سيحيي اللغة العربية اللي نعرفه اللي هي تفقدت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا حسب ما شفت انه سيد قيس سعيد يعني يتقن اللغات الكل ويحب يحكي باللغة العربية على خاطر هذيك لغته الام، يعني حاجة طبيعية باش يحكي بها ويعتز بها، وانا كتونسية وعربية نعتز بلغتي، وماذا بيا معناها المؤسسات ترجع كما كانت قبل على خاطر كانت تحكي بالعربية المؤسسات نتاعنا، توا حبوا يدخلوا اللغة الدارجة وأكل اللغة الدارجة المتفرنسة، ماهيش حتى لغة دارجة تونسية صافية، ولهذا ماذا بيا أن اللغة الدارجة تتصحح ويخرج منها يتنحى منها الدشي نتاع الكلمات الفرنسية المكسرة، نرجع نحكيو باللهجة التونسية الصافية نتاعنا المزيانة. وفي نفس الوقت علاش ليه معناها مؤسستنا ما ترجعش باللغه العربيه، على خاطر اللغه العربيه معناها هذيك لغتنا المفروض معناها تكون هي الاولى، ويجيو بعدها اللغات الاخرى، معناها احنا كشعب ماذا بينا تكون عندنا نعرفوا لغات اخرى، هذيك ثقافه اللي نحنا باش نجم نتخاطبوا مع البلدان الاخرى، وخاصه اللغه الانجليزيه ولات لغه عالميه. الفرنسيه صحيح نحكيو بينا مع الفرنساوين كهو، اما الانجلي نحكيو بيه مع العالم الكل، معناها لازم يكون زاده موجود في المنهج التربوي. انا نظن انه مش باش يفرض اللغة العربية، يعني الشعب التونسي هو معناتها شعب مثقف، ومعناتها الشعب التونسي يقرأ اللغة العربية كما يقرأ اللغة الفرنسية والإنجليزية، وهذه معناتها تزيد معناتها من ثروة وثقافة الشعب التونسي. لكن أنه رئيس جديد معناتها اللي ظن اللي رئيس جديد باش يفرض اللغة العربية، هذا أنا معناتها مش صحيح، ما نظنش، لأنه معناتها هو انسان يظهر لي انا انسان معناتها باش يخلي الاختيار الحريه للناس يتكلموا كما يحبوا. وانت مع او ضد فرض اللغه العربيه في المؤسسات في القنوات؟ فرض انا شوف انا نعشق اللغه العربيه، انا نعشق اللغه العربيه، ويلزمها اللغه العربيه تكون متواجده مع حتى لغات معناتها اخرى، اما يلزمها تكون متواجده، اما مش مفروضه، مش مفروضه لكنها يلزمها تكون متواجده، ويلزم معناتها الشعب التونسي بارادته مش بالقوه يرجع معناتها يتعلم اللغه العربيه، معناتها الاساس والقواعد اللغه العربيه باش يتعامل بها معناتها، لانها من احلى واحسن واعمق اللغات. علاش ليه؟ اللغه العربيه لغتنا، وانا نشوف اللي الجيل هذا نتاع توا ما عادش يتقن حتى لغه، معناها كي دخلت علينا اللغه الفرنسويه معناها قعدنا ضايعين، كما المثل التونسي اللي يقول تبع خطوه الحمام تلف خطوته، يعني الجيل هذايا انا نشوفه لا يتقن لا الفرنسيه الا العربيه، يعني نتمنى يعني علاش ليه لغتنا يعني. خلينا نقولوا اللغة العربية الفصحى تفقدت، اللغة العربية الفصحى ما عادش موجودة، تو حتى اللي يتكلم بالدارجة ويخلط لك شوية فرنسي تفقدت اللغة العربية. في رأيك قيس سعيد هل سيحيي اللغة العربية من جديد باش نشوف اللغة العربية الفصحى من جديد؟ والله إن شاء الله هي راهي اللغة العربية احنا نقراوها، يعني كانت ماتيغ دو باس كما احنا نقولوا قبل في الجيل اللي أنا وقتها كنت نقرا. توا معناها التوانسه حتى لغتنا الدارجه ما عادش تفقدت، حتى لغتنا الدارجه يعني العاميه نتاعنا تفقدت، ما نعرفش انا شويه فرنسي مكسر شويه لغه ما نعرفش منين جات، والله هي ماذا بينا لغتنا. وانا اونتر بارونتيز راني بين قوسين نعيش البرا، ويقولوا لي محلاها لغتكم التونسيه، حتى كي نبدا نحكي انا مع اولادي البرا معناها الاجانب يقولوا لي انت منين لغتك محلاها، وهذا معناها شرف اللي احنا باش نحكيوا لغتنا ماذا بيا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، معناتها كما نعرف احنا تونس دوله عربيه اسلاميه، الاسلام دينها والعربيه لغتها، يعني وبالنسبه معناتها لادراج اللغه العربيه في القنوات التلفزيونيه والاذاعات ما نجموش معناتها ديريكتومون نفرضوا، وانما بسياسه التدرج، يعني لخاطر احنا لغتنا معناتها كل شيء،
معناتها مالاش تونس ماشي في وضع قوة لفرض اللغة العربية معناتها ديريكتومون كي كل شيء. سياسة التدرج كما كان بورقيبة كل شيء بالتدرج شيئا فشيئا، لأن معناتها تبرز اللغة العربية، وإحنا اللغة العربية هي يعني كهويتنا معناتها كشعب مسلم. نذكر نجم نذكر مثال الجزائر، يعني المستعمر الفرنسي عندما أراد ضرب الشعب الجزائري قام بإدخال اللغة الفرنسية ومنع اللغة العربية. يعني وإحنا التوا نشوفوا معناتها الشعب الجزائري التوا قاعد يطغو على حواره اللغة الفرنسية، يعني يتحدثون القليل اللغة العربية أما الأكثرية في اللغة الفرنسية. وإحنا تونس معناتها مازلنا مستعمرين، ليست حرب ظاهرية يعني كل شيء، وإنما حرب باردة، حرب إعلام، حرب تكنولوجيا. السلام، هذا معناتها ما يمكن. حسب رأيك باش يحيي اللغة العربية نبيل القروي؟ قيس سعيد حسب رأيك هل سيحيي اللغة العربية؟ نعم بالفعل، هو الآن يعني كقدوة للشعب، يعني هناك 3 ملايين ناخب اختار قيس سعيد، معناتها اليوم سيتان فينومين قيس سعيد. يعني الشعب يعني الشباب هذايا المغروم بقيس سعيد، يعني الفئة العمرية الشريحة العمرية بين 18 و 25 سنة ريناهم بأعداد مهولة، يعني مشاو صوتوا لقيس سعيد بنسبة 90%. يعني الشباب هذاك اللي ثائر في البلاد هو اللي طلع السيد قيس سعيد من فراغ، يعني من فراغ هو مرشح مستقل ليس كغيره من المترشحين الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية، يعني شو يوريه كقدوة هو. يعني الحزب الأول، يعني حتى كيرينا احنا في الانتخابات الرئاسية، الحزب الأول كحركة النهضة جابت 500 ألف أصوات، أما السيد قيس سعيد لديه فقط وحده يعني 3 ملايين صوت. يعني هو بذاته يكون كحزب يعني أقوى من كل الأحزاب. أما نسبة عملوا حسب الإحصائيات فما نسبة متاع 30% لم تصوت في التشريعية، يعني عندهم الانتخابات الرئيسية أهم بكثير من التشريعية. وذاك الشاب وشكون طلعوا؟ ما قلت لكم من 18 ل 25 تلك الفئة الكبيرة من الشباب شراوا السيد قيس سعيد قدوة لهم، ولما لا قدوة لهم يعني باش يوليوا يتبعوا في برشا حاجات. هو يتكلم اللغة العربية وهم يحبونه، سوف يصبحون يتكلمون اللغة العربية. مشكلة مش في هل أن فهمتي لا باش يفرض ولا ما يفرضش، المشكلة كون احنا تغربنا على اللغة متاعنا. اللغة التونسية وليت لغة شارع، لغة ما تعرفهاش، فرنسية، إيطالية، ألمانية، ما تفهم حتى شيء. ولكن واللغة العربية الفصحى هذه معذور، لأن هو أستاذ تعليم جامعي عنده ما يقارب 20 سنة يتكلم اللغة العربية الفصحى. يا حبذا أن نكون، وحتى إذا فرض نفسه في هذه كسب للدولة التونسية وللشعب التونسي. يا حبذا باش نتكلموا اللغة الفصحى الباهية اللي فريمون فهمتي لا نعلقوا بها روسنا في العالم. والعبرة بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب. معناتها فهمتي لا احنا بنفهموه باللغة الفصحى العامة الإيطالية الألمانية، المهم شنو جاي باش يعطينا جديد. المشكلة نعاودوها راهي مش في لغته. وفعلا إذا جاء للمنابر والمجالس في الإذاعات ويتكلم العربية أخوانا فهموه، إلا بعض الناس اللي أميين وكذا نعذروهم. ولكن بيصير حتى الأميين عنده شكون يفهمه، هو مش جايب حاجة بالشنوة، راه جايب يتكلم بالشنوة، جاي يتكلم بالعربية الفصحى. حسب رأيي قيس سعيد هل سيحيي اللغة العربية اللي تفقدت اللي اضمحلت خلينا نقوله؟ هذا ما نتمناه، هذا ما تمناه. احنا ما نجموش نعرفوا الهدف نتاع شنو، ولكن اذا استمر في لغته العربيه الفصحى احنا رانا باش نتعلموا. وحتى الناس اللي مشاش للمدارس وما مشاش للتعليم العالي ومش كذا يتعلم بوركوا فهمت، كي كل يوم يتكلم يسمع فيه يتكلم العربية الفصحى إن شاء الله يفرضها، إن شاء الله يفرضها لأنها كسب للأمة التونسية. أول حاجة نحب نهني شعب تونسي على فوز الأستاذ قيس سعيد. بالنسبة للغة العربية هو اللغة اللي اختارها هو المناسبة باش يحكي بها مع الشعب، ومش باش يفرض حتى شيء بالنسبة للتلفز ولا الإذاعات ولا القنوات ولا الشعب التونسي بنا لغة يتكلم. هو هذيك اللغة يحب يلم بها الناس كل، يحب يتحدث بها مع الناس الكل، هذيك لغتنا الأصلية. و
معناها بالنسبة للحريات هذيك حاجة من الحريات، معناها باش الإعلام يفرض عليه أن يتكلم باللغة العربية هذه حاجة مستحيلة باش يعملها. احنا لغتنا لغة عربية وواحد، فما هو بتبيعته في إطار ذاك متاع إطار رئيسي واحد عادي كي باش يحكي باللغة العربية فصح بس مشكل. وبتبيعة الحال هذه لغة المستعمر كما أنت كنت تحكي، هذه لغة اللغة الفرنسية معناتها إذا كان باش نحكيها نحكيها في فرنسا نحكي فيها في تونس الوي. اما ما فهمش علاش باش يركز معاه الموضوع نورمال. نحكيو على اللغه برشا تحدث وقال علاش معناها قيس سعيد يحكي بالعربيه الفصحى يعني هكاك ونحن ما نفهموش وعلاش ما يحكيش بالدارجه، شنو رايك؟ ما نعرفش انا شكون ما فهموش قيس سعيد. ما نتصورش واحد ما فهموش، بالعكس هو يحكي بالعربي الفصحى باش الناس الكل تفهم. ديجا انت كي باش تقرا العربيه في مكتب ولا في ليسيه ولا واحد اوتوماتيكمون استاذ العربيه باش يتعامل معاك باللغه العربيه وباش تفهم وباش توصل تفهم. ها شنو المشكل؟ مش عيب ونورمال وانا نشجعه باش يدعم العربيه في تونس عادي. ها شو هي اللغه العربيه اللي غابت على تونس خلينا نقولوا غابت علينا؟ انا واحد من الناس نشجعه باش يعمل هيك، علاش ليه؟ اسلوب قيس سعيد انا من اللي نعرفه هو يتكلم العربيه، يتكلم العربيه الفصحى. يعني مش هو يعني مفتعلها ولا كذا، واحنا لغتنا الاسلام ولغتنا ديننا الاسلام ولغتنا العربي، وين الخلل في ذلك؟ يعني الدستور يقول لك تكلم العربي، شو يعني العربي؟ يعني العربيه ومعها الانجليزيه ومعها الفرنسويه ومعها الايطاليه ومعها الالمانيه تاع الحضارات الكل، يعني باش يعمل كوكتيل تاع حضارات، وبالتالي يلزم يتسلح يعني بجميع اللغات. واللغة العربية هي هذا كما عادته يتكلم العربية، يعني لا سبيل إليه أنه باش تقوله أنه يفتح العربية ولا كذا، أنا من اللي نعرفه يتكلم العربية. قبل كل شيء نحب نبارك لكل الشعب التونسي، نبارك لتونس، إن شاء الله مبروك علينا رئيس هذايا، خاطر بالحق جاء معناتها في وقته، ويلزم تونس تتصلح ونخفوا على ساقينا، رغم الإرهاب والمشاكل اللي صاير في تونس البريود اللي تعديت علينا، وإن شاء الله قيس سعيد هو رئيس الأنسب لتونس.